السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج واش فهمتونا. تصوير حلقاتنا مستمر من دار الضيوف ديالي كيصوروا من الدار، وهذا بغيناه يكون تذكير لكم باش تبقاو في ديوركم. واش فهمتونا؟ نبداو. هاد الأزمة اللي كندوزو منها بينت لينا مجموعة من النواقص في مجالات كثيرة منها المنظومة التعليمية، وفي نفس الوقت خلتنا نكون أكثر إبداعا ونخلقوا شي أشياء اللي ما عمرنا كنا كنحلموا أننا نقدروا نصايبوها في هذا الوقت القصير. اليوم معنا إلياس بن عروية، واللي غيتشاطر معنا 4 ديال الدروس اللي بالنسبة ليه المنظومة التعليمية خصها تستفدهم من هذه الأزمة باش أنها تطور راسها أكثر في السنوات المقبلة. غنحاول نتقص معكم 4 ديال الأفكار بخصوص شنو أهم التغيرات اللي ممكن توقع في المنظومة التعليمية عالميا وحتى في بلادنا. الفكرة الأولى هو أن ربما سنشهد المزيد من الإدماج ما بين التعليم عن بعد والتعليم داخل الأقسام، أو ما يصطلح عليه البلاندد ليرنينغ. وربما هذه فرصة باش أن الوقت ديال الفصل الدراسي نخليوه أكثر للنقاش وطرح الأفكار والأعمال التطبيقية التي تحتاج وجود أستاذ. النقطة الثانية تتعلق بإدماج التكنولوجيا. بلادنا كما بزاف ديال الدول مؤخرا دارت بزاف ديال المجهودات باش انها تقوم بادماج التكنولوجيا في المنظومه التعليميه، لكن ربما اننا نحتاج اننا نديروا مزيد من الجهد ونعطيوا للتكنولوجيا المزيد من الدور اللي خصها تلعب داخل المنظومه التعليميه. الفكره الثالثه تتعلق بالاستاذ. عشرات السنين وحنا تنلقاو نفس الدور الذي يقوم به الاستاذ مازال تيقوم به، والان ربما خصنا نعاودوا نديروا التعريف ديال مهنه الاستاذ ونحولوها من شخص اللي يلقن الحقائق والدروس لشخص ييسر الوصول الى المعرفه. وبالتالي فالاستاذ الدور ديالو خصو يكون اكثر تيسير، خصو يكون عنده المام بالتكنولوجيا الحديثه، المام بطرق التدريس عن بعد، وبالتالي تنطلبوا من الاساتذه يكونوا اكثر مرونه واكثر ابداع في طرحهم للدروس. النقطه الرابعه والاخيره هي تتعلق بالتلميذ. التلميذ حاليا هو امام اجباريه التعلم عن بعد، ومستقبلا غادي يكون اكيد انه امام اجباريه العمل عن بعد، وبالتالي فالمزيد من الانضباط الذاتي عند التلميذ. هذا الانضباط الذاتي غادي يخليه انه مستقبلا الى طاح في بيئه تحتاج انها العمل عن بعد، فغادي يكون عنده مهارات الانضباط كافية باش أنه يتأقلم مع هذا الوضع. زيادة عليها من نهضرنا على التأقلم نهضروا على المرونة والتأقلم. ما نقدروش نعرفوا العالم من هنا 10 سنين ولا من هنا 15 عام كيفاش غادي تكون الصورة عليه. وبالتالي فأكثر مهارة ممكن أنه يتقن التلميذ هو مهارة المرونة والتأقلم. بالإضافة إلى المهارة الأخيرة اللي في نظري هي من أهم المهارات اللي خص تكون عند التلميذ هو القدرة على تعلم الأشياء الجديدة. العلم تيتطور بواحد الصورة كبيرة، وبالتالي القدرة على أننا نتعلم أشياء جديدة هي اللي تخلينا أننا نواكب هذه السرعة ديال التغير ديال العلوم وديال التكنولوجيا وتغير الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة. رب ضارة نافعة، وكما تنقولوا الضربة اللي ما كتقتلكش كتقويك أكثر. والشعب المغربي غادي يخرج من هذه الأزمة بقناعات جديدة منها التلاحم، الإبداع، الإنتاج والشجاعة بجميع أنواعها. الحلقة ديالنا سالات، نتلاقاو غدا إن شاء الله مع موضوع آخر وضيف جديد. من هالغدا ما تنساوش، بقاو في ديوركم.